إذا لم يتم دفع تحصيل الفواتير سوف يكون الصيف ساخن داخل عدن. بدأ جدل سداد متأخرات الكهرباء بهذا التصريح الصادم من رئيس الحكومة على إثر أعلنت السلطة المحلية وإدارة الكهرباء في عدن عن حملة الكهرباء في خطر، وهي حملة شعبية لحظ المواطنين والمستهلكين لسداد فواتير الكهرباء. إن شاء الله يكون هناك تجاوب كبير من قبل المستهلكين، أكان الشريحة التجارية أو الشريحة المنزلية أو حتى الشريحة الحكومية، وهذه دعوة للجميع بأن يشعروا بأن فعلا الكهرباء في خطر. تهدف الحملة لإنقاذ مؤسسة الكهرباء التي تعاني عجزا ماليا وتراكما لمديونيتها بلغت أكثر من 10 ملايين ريال. المديونية نتجت عن توقف المواطنين لما يقارب العام بسبب الحرب وتردي الأوضاع المعيشية أثناء الحرب وما بعدها. ما في رواتب، ما في دخل. اختلفت ردود فعل المواطنين إزاء الحملة بين مؤيد لها، بدأ نحن نستخدم الكهرباء لازم نحن نسلم الكهرباء، هذا شيء بديهي يعني، وبين رافض لذات الأسباب التي منعتهم عن سداد الفواتير. بصراحة الوضع مستفز يعني من ناحية الكهرباء، نحن بنسدد بس أول شيء يوفروا لنا الكهرباء. وبانتظار إعلان مؤسسة الكهرباء عن نتائج الحملة وهل استطاعت تغطية بعض من العجز الذي يؤرق المواطنين في صيف بدأ مبكرا لتزايد ساعات انطفاء الكهرباء في المدينة الساحلية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.